يقف التاريخ في صف النادي الأهلي قبل مواجهة شقيقه المريخ السوداني مساء السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا، حين يسعى المارد الأحمر وحامل اللقب لتحقيق الانتصار والعودة إلى المسار الصحيح. لعب الأهلي مع المريخ السوداني 8 مباريات، منها 6 مباريات في دور أبطال إفريقيا ومباراتان في بطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس. فاز الأهلي على المريخ في 5 مباريات وتعادل في 2، وفاز المريخ في 1. أحرز الأهلي 16 هدفا وأحرز المريخ 7 أهداف. بدأت مواجهات الفريقين بمباراتي دور 32 لدور الأبطال عام 1983، وحقق الأهلي فوزا بهدف للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي، وهو الانتصار الأول في تاريخ مواجهات الفريقين، بينما كانت المواجهة الأخيرة في دور المجموعات في البطولة الماضية 2021 والتي فاز الأهلي بلقبها. ويظل فوز الأهلي على المريخ السوداني 5 في عام 1993 هو الأكبر في نتائج مواجهات الفريقين.